طيب النهارده كان ذكرى رحيل الفنانه الكبيره تحية كاريوكا اللي سابت بصمه مميزه في عالم الفن بباقه متنوعه كده من الاعمال اللي خلدتها طول مشوارها الفني. كل تأكيد مع كل ذكرى ليها طبعا بيتجدد الحديث عن مشوارها الفني وحياتها الفنيه اللي اثرت في صناعه السينما المصريه وتاريخ ومحطات فنيه في حياه تحية كاريوكا. هنستعرضها دلوقتي مع الاستاذ احمد سعد الدين الناقد الفني اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. يا استاذ احمد صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. لو حبينا نتكلم عن مشوار الفنانه تحية كاريوكا الفني نبدا منين؟ نبدا من الاسماعيليه. تمام. هي طبعا مواليد الاسماعيليه وهي صغيره خرجت من الاسماعيليه، جت على القاهره، جت على كازينو بديع مصطفى. وهنا هي التكوين الشخصيه بقى، الشخصيه الفنيه تحديدا كان عند بديع مصطفى. هنلاقي ان في الوقت ده هي وفريد الاطرش فنانين كتيره طلعوا من عند بديع مصطفى. كلهم خرجوا من هناك، لكن اقدر اقول ان هي كانت متطوره. اولا كلمه تحية كاريوكا هي رأسة الكاريوكا، هي برعت فيها بشكل كبير جدا، فعشان كده اتسمت تحية كاريوكا نسبة إلى هذه الرقصة اللي هي يعني ابتكرتها أو قدرت إن هي تشتغل عليها. نقول الرقصة أساسا مكانها كان أمريكا اللاتينية، لكن أقدر أقول إن السينما لما أخذت تحية كاريوكا كان ليها محطات مهمة، يمكن من أجمل المحطات السينمائية، ولحد دلوقتي احنا بنشوف الفيلم، فيلم مثلا زي شباب امرأة. هذا الفيلم واحد علامة. من أهم صحيح. طبعا واحد من أهم المحطات الفنية في تاريخ تحية كاريوكا. بعد كده أقدر أقول لك إن الفنان أو المخرج عاطف سالم أضاف عمر جديد لتحية كاريوكا على الشاشة لما جابها في أم العروسة وتحولت من الفتاة أو الراقصة اللي دايما بتغوي الناس إلى الأم في أم العروسة، ودي كانت مهمة جدا جدا. طبعا هي ليها أعمال كتير، بس أقدر أقول حاجة مهمة، أن تحية كاريوكا كان ليها في فرقة مسرحية مهمة جدا، وهي أول من أخذ اللون السياسي في المسرح. يعني المسرح السياسي كان تحية كاريوكا وفايز حلاوة وليهم أعمال كتيرة جدا جدا، ويعني ربنا ادها العمر الطويل إن هي تجاوزت ال 82 سنة تقريبا، لكن مشوار حافل، ويمكن أول راقصة في تاريخ مصر يبقى عندها هذا المشوار سواء في السينما أو في التلفزيون أو في المسرح اللي ليها مسرح كان باسمها هاي. طيب التطور في الوعي ده حصل إزاي؟ يعني يمكن كانت بدايتها بسيطة جدا، احنا شايفين كان شكلها قد إيه واخدة بالها من التفاصيل الصغيرة في رأسها في قعدتها في طريقة الكلام، وبعدين كمان مع المسرح. فأنا عايزة أعرف الوعي الشديد ده جابته منين؟ هنا بقى دي نقطة كانت مهمة جدا، إن هي نفسها كانت متطورة، فبتتكلم ان هي مش بتتكلم على اساس ان هي رقاصة او بتتكلم على اساس ان هي ممثلة. هي لازم الثقافة في المرتبة الاولى هي اللي كانت تدخلها الوسط الفني. يعني مرة من المرات وهي بتتكلم بتقول انا اتعلمت ان انا اتكلم انجليزي واتكلم فرنساوي بشكل كبير جدا وشكل مطلق. القعدة الانيقة، المشية الانيقة، اللبس فعلا، لان هي انسانه متطوره فعارفه كويس جدا ان هي لابد ان تكمل ثقافتها وتكون ابديتنج لكل حاجه. لما كنت تتكلمي مع تحية كاريوكا او تسمعي منها لقاء في التلفزيون او في الراديو، ما كنتش بتتكلمي ان انت مثلا دي راقصه فقط، لا، دي نجمه مجتمع، وبعدين كان عندها وعي سياسي كبير ودور سياسي مهم. وهنا اقدر اقول ان هي كانت متطوره بشكل كبير، عشان كده كل فتره كنت بتلاقي تجديد في اداء وفكر تحية كاريوكا. عظيم. استاذ احمد، نجاح الفنان مرتبط بانه يقدر يقنع المشاهد، فهي كانت تقدر تقنعك بان هي فعلا زي ما حضرتك ذكرت كده راقصه ممكن تتعاون مثلا مع العصابات في الافلام، ام شريره، ممكن تلاقيها كمان حما متسلطه، ممكن تلاقيها ام طيبه، فقدرت ان هي تتنوع وتتالق في كل هذه الادوار.
طبعا الفنان او الموهبه طبعا هي الاساس، لكن لابد من ثقل هذه الموهبه، مش هقول بالدراسه بس، لكن بالقراءه كمان وبالتطور الطبيعي. هي كانت موهوبه بشكل كبير جدا، وكمان في السينما قدرت تقنعنا بكل الاعمال اللي هي او الادوار اللي هي لعبتها. يعني في شباب امراه، انا عن نفسي ما تصورش في ممثله تانية لو شلنا تحيك الوقت وجبناها، هي البصمه بتاعتها. في اعمال اخرى نفس الحكايه. هنا بقى بيعتمد على الفنان نفسه، الموهبه وحدها لا تكفي. صحيح، لابد ان الفنان يكون متطور بشكل كبير، متماشي مع الدور. التفاصيل الصغيره مهمه جدا في الحته. كل فنان بيبقى له دور كده زي ما بنقول عليه، هو الدور اللي بيعلم مع الناس، وهو بيبقى طاقة القدر اللي بتتفتح له. نقدر نقول ان تحية كاريوكا عندها دور هو اللي خلى الناس تعلق معها، ولا كل مرحلة كان عندها دور فيه مختلف عنها؟ هي في كل مرحلة كان ليها أدوار كتير جدا، لكن بالنسبة لفيلم شباب امرأة اعتقد ان القصة نفسها هي اللي علمت، وطبعا هي كان ليها بصمة كبيرة جدا، المرأة المتصابية، فكان ليها بصمة كبيرة جدا لأن هي لعبت الدور بشكل أكتر من رائع. أكيد. مين كان أقرب الناس ليها في جيلها من الفنانين؟ في الجيل بتاعها فينا، يعني هي من الحاجات الجميلة، هي طلعت هي وسامية جمال، ولكن الاثنين كانوا صحاب، مش الاثنين كانوا مختلفين. اسماعيل ياسين كان قريب منها جدا. في الفترات بقى الاخيره، ال 30 سنه الاخيره في حياه تحية كاريوكا، اعتقد ان الفنان سمير صبري كان اهم واحد بالنسبه لها في التقارب الموجود معها. الله يرحمها رحمه واسعه، الاستاذ احمد سعد الدين الناقد الفني، سعدنا بوجودك معانا، اهلا وسهلا بك.